بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برأت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالكم. بأبي أنت وأمي، لقد عظمت المصيبة بك، فأسأل الله الذي أكرمني مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك، والبراءة ممن قتلكم ونصب لكم الحرب، والبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبني عليه بنيانه وأجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برأت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم
وموالاة أوليائكم والبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب والبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدوا لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أولياءكم ورزقني البراءة من أعداكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هاد ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظم وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ومن من تناله منك صلواتي ورحمتي ومغفرتي. اللهم اجعل محياي محيا محمد وعلي محمد ومماتي ممات محمد وعلي محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت فيه بنو أمية وبنو عاكلة الأكباد اللعين من اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وعلى آله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وعلى آله. اللهم إلعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف اللعن عليهم واللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي والبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم إلعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم إلعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم إلعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
اللهم خص أنت أول ظالم باللعنة مني، وابدأ بهم أولا ثم إلعن الثاني والثالث والرابع. اللهم إلعن يزيد خامسا، وإلعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وعلي أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين على مصابهم، الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذي بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.